كلام الناس كان كتير في المنطقة، الكل بيقول ان بنتكم ماشياها مش كويس، بنتكم ماشية في الحرام. اتعمدوا ان هما يقولوا نفس الكلام قدام ابوها واخواتها، لغاية ما يوم من الايام اخد قرار. اهلا بكم في حلقه جديده من حلقات برنامج المحاكمه. انا ربيع فرج المحامي. في برنامج المحاكمه بنناقش كتير من الجرائم والقضايا والحوادث بهدف الاستفاده من اخطاء الاخرين. لو بتشوفنا لاول مره على اليوتيوب يشرفني عمل اشتراك، تفعيل الجرس علشان يجي لك اشعار كل حلقاتنا اليوميه. جريمه النهارده جريمه قاسيه جدا في حق بنت عندها 18 سنه وشاب عنده 22 سنه، وحصلت احداثها في منطقه المعادي في القاهره. حسن شاب عنده 22 سنة بيروح بلاغ للجهات الأمنية بأن الشاب مختفي بقاله أيام، وعمل التحريات عن اختفاء الشاب ده. تفريغ الكاميرات في المنطقة حول تحركاته بنكتشف أنه في علاقة بتربطه، علاقة صداقة مع أسرة معينة مكونة من راجل بيشتغل غفير عنده 58 سنة الأب، وأخو البنت، أخين وبنت عندها 18 سنة في نفس البيت. بعد فترة من التحريات بيثبت لرجال الأمن أنه على علاقة حب مع بنت ال 18، فبيتم استدعاء الأب وبيطلب منه أنه تيجي البنت صاحبة ال 18 سنة علشان ياخدوا أقوالها ويشوفوا هي تعرف إيه وآخر مرة شافت فيه الشاب ده. ولكن الأب بيتهرب، بنتك فين؟ مش موجودة، ده مسافرة البلد، ده رجع من البلد. المهم بيتم محاصرته بالأسئلة حول اختفاء بنته أو محاولاته لإخفاء بنته، لغاية ما بيتم طبعا استدعاء الأسرة كاملة من الأب والاتنين إخوات، وبنكتشف المفاجأة. المفاجأة كانت في اعترافات الأب عبد الراضي اللي بيشتغل غفير، وابنه اللي عنده 24 سنة برضو بيشتغل غفير، والابن الصغير أو الأخير برضو بيشتغل في نفس المهنة. التلاتة بيشتغلوا غفر في منطقة المعادي. عبد الراضي بيعترف وبيقول كلام الناس، يمكن أقرأ لكم كمان أقواله، وبيقول إنه كلام الناس كان واعر قوي، أنا ما استحملتوش، وهم كمان تعمدوا إن هم يتكلموا قدامي علشان يسموا بدني وعلشان يعايروني بالعار اللي بنتي عملته. بنتي حطت راسي في الوحل وكان لازم أغسل شرفي بإيدي. إيه اللي حصل؟ قال إن أنا سمعت كلام كتير جدا حوالين ارتباط الولد اللي دخل بيتنا وخان العشرة وخان أعراضنا. الولد كان صديق لولادي وكان بيدخل بيتنا وبيربطهم بيه صداقة وأمنين له، لغاية ما تقرب للبنت اللي عندها 18 سنة دي، وبعدين نشأ بينهم علاقة. هو سمع كلام الناس إن بنتكم ماشية مع الولد وفي بينهم علاقة محرمة، فبيقرر إنه يواجه البنت، وبعد مواجهته للبنت جاب أولاده وقرر إنه يغسل عاره بإيده زي ما بيقول، وينهي حياتهم هما الاتنين. بيحضر سلاح وبيديه لأولاده، وبيحضر سلاح معاه، وبيقول للبنت استدرجي الولد لغاية ما يجي، أو الله أعلم هو أقنعها إنه هو هاتي الولد يقعد معانا علشان نتفاهم ونحل الموضوع ونجوزكم أو الموضوع يتلم. فعلا البنت بتقول للولد، والولد بيقرر إنه يجي برجليه علشان مصيره وعلشان قدره، ولكن نية الولد وهو جاي علشان الموضوع يتلم وعلشان يتجوزوا زي ما كان فاهم. ولكن بيتفاجئ مجرد ما بيدخل البيت بيتلموا عليه التلاتة، الأب والاتنين أولاد، بيكتفوه وبيشيلوه، والبنت كمان بيكتفوها وبيشيلوها، وبيطلعوا بيها على منطقة في الصحراء ما بين المعادي وما بين منطقة 15 مايو الأقرب لحلوان. وفي الصحراء بيكونوا حفرين حفرة، بياخدوا معاهم أدوات حفر وسلاح ناري، بيكتفوا الولد والبنت وبيكتفوا بقهم طبعا وبيلزقوا عليه لزق، وبينزلوا الاتنين في الحفرة، والأخ الأول بيضرب نار على الولد أكتر من عيار ناري، والولد التاني الأصغر بيمسك برضو السلاح وبوابل من الرصاص على البنت، والأب
كذلك وبيردموا عليهم الحفرة. تحريات لمدة شهرين حوالين اختفاء الشاب المجني عليه لغاية ما بتوصل الجهات الأمنية للحقائق والمعلومات اللي أنا قلتها لحضراتكم، وبالفعل بيتم القبض على الأب والاثنين، وبيرشدوا طبعا عن السلاح اللي استخدموه في جريمة القتل، وبيرشدوا عن باقي الأدوات أدوات الحفر، وبيرشدوا كمان عن المكان اللي دفنوا فيه بنتهم اللي عندها 18 سنة والولد اللي عنده 22 سنة، وبيلاقوهم بالفعل قد تحللوا واللي باقي منهم هيكل عظمي بس موجود في الحفرة لأن مر عليهم أكتر من شهرين. بيتم القبض طبعا على الأب والاثنين أولاد، وبيحالوا للنيابة ثم إلى المحاكمة بتهمة خطف الولد وإنهاء حياته وإنهاء حياة بنتهم. قد إيه جرائم قاسية جدا، قد إيه الجرائم دي تكررت بدافع الشرف، دافع غسيل العار. مش هننكر إن دي أفكار موجودة في مجتمعنا وموروثة، إن أي بنت بتعمل علاقة خارج نطاق الزواج بتجيب العار لأهلها وبتجيب رأسهم في الطين وبتبقى وصمة عار موجودة في ثياب الأهل إلى الأبد. كتير منهم بيحاول يداري على المصيبة دي ويلمها، وكتير منهم طبعا ما بيستحملش الدم العربي الشرقي، طبعا دم حامي، فبيقرر ان هم يرتكبوا جريمة من النوع ده. جرائم صعبة جدا. نسأل الله سبحانه وتعالى ان هو ينجي الجميع وما يكونش مصير اي حد زي المصير اللي شفناه في حلقة النهاردة، سواء للبنت او للشاب اللي ارتبط بيها او اي علاقة حب ما بين شخصين. اعتقد انه بيكون من الافضل ان تكون في شكل شرعي او في نطاق مشروع وامام الجميع، الاهل يفرحوا بيكم ويجوزوكم وانت لسه في مقتبل العمر، سواء البنت ال 18 او الولد ال 22 او اللي في بداية حياتهم، وتكون العلاقة في النور وتكون نهايتها لطيفة جدا ويكون احتفال من الاسرتين، ولكن بيكون مطلوب انه يكون العلاقة في النور ما بين العائلات وامام المجتمع، علشان ما نجيش في النهاية نلاقي المصير الصعب جدا سواء للجاني او للمجني عليه. بشكر حضراتكم على طيب المتابعة، وان شاء الله نلتقي في حلقة جديدة من المحاكمة. دمتم بخير، مع السلامة.